في نهائي 92 في الأورو. طبعا منتخب من العيار الثقيل نقولها ونعيدها، المنتخب الوطني الجزائري اليوم كما نشاهد بقيادة القائد رياض محرز وصانع الألعاب والمايسترو، استفاد من عودة حارس عارينه رئيس وهبان بولحي ومن عودة ظهيره الأيسر رامي بن سبعين. الله التسديدة، الله التسديدة، الله التسديدة، تدخل بالمنطقة. يا سلام يا سلام، الكرة الثابتة لا طرح، المنتخب السويدي تلعب في القائم الأول. الدفاع يتدخل على مرتين وبطريقة ممتازة، بليلي انتقل بليلي سليماني، أول محاولة يا سلام، أول محاولة في هاته، رجل سحرية، محرز يلعب الكرة، يملك نوع من الأفضلية في هذه اللحظات. الكرة هنا مباشرة رجعها من هناك بفضل الاستناد والاعتماد على التلويدية الثانية للمنتخبين في تاريخ الفيفا الخاص بشهر نوفمبر شية انطلاق المونديال كما ذكرت. من هناك ينقل ويغير الجناح، يصل إلى بلالي بطريقة ممتازة، انطلق محرز، انطلق باللاعبين الثالث مرة، التمرير 1-2، البحث عن التوزيع، يتمكن من توزيع التقدم بالكرة والبحث عن التوزيع ممتازة، دفاع بحث عن الارباك، يلا ننتظروا حلول الاطراف. بسم الله ما شاء الله، سواء في الميلان او استقبال الاخرى بين الدوري الاوروبي وكاس الملك، هنا الانطلاقه، هنا اللعبه، هاي اللعبه، الكره ثابته، الحكم يقول ما فيش مخالفه، الحكم يقول العب وما فيش مخالفه على يوسف. ترجعها بن ناصر مرتين لبن طالب، بن طالب لاندولف ينقلها مباشره الى كريستنسن، ولكن كانت متوقعه طبعا، يقدم بالكرة رامي يبحث ينتظر طلب الكرة لمحرز ولكن طويلة، كرة في الوسط، نقطة ممتازة سليماني ولكن جلة إيجابية، لكن الانكسار والحذاري من هذه الكرة، حذاري من هذه الكرة، لحسن الحظ التركيز يغيب عن إيميل فورسبيرغ في اللقطات السابقة. هنا بلايلي، بلايلي يبحث، يبحث عن التوزيع ولكن الدفاع حذر من هذه الكرة، ايميل هول منطلقة، اوه يا سلام، ممتاز رئيس، ردة فعل رائعة، ردة فعل جميلة جدا. هنا الكرة تلعب مباشرة من هناك في الجانب الايسر، مهر والابرز يوسف بلايلي ينطلق، يلا المراوغة، يلا التسديدة، تمشي الكرة العطال، العطال يبحث عن التوزيعة، التوزيعة حاضرة وموجودة، تبقى الخطورة وتبقى المبادرة من جانب منتخب السويد. على مرتين يا سلام، على مرتين عيسى ماندي يتمكن من إخراج هذه الكرة، نشاهد الشباك تهتز للمرة الأولى، وفي لتقاليدك يا بولحي، ليك ليك يا بولحي ليك، منذ 2014 تلعب الكرة مباشرة من هناك لأورسن، ولكن موجود أحمد طوبة، رامي بن سبعين خطأ كل حكام المباراة. جديد إلى أوغستنسن، التوزيعة موجودة، غوستافسون دخول بالكرة، يا سلام السلام، لكن تسلل الكرة بالكرة، حذاري 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 حذاري، اوه روعة، برافو يا بولحي، برافو برافو، مرور ترجع لي سفانبيرغ، اوه ركلة جزاء، اوبا با با، حكم المباراة يمنح ركلة جزاء، حكم المباراة يمنح ركلة جزاء، ما يترددش مطمع منتخب السويد، يتقدم لتنفيذ الركلة، اوه هدف أول لمنتخب السويد، هدف أول في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول من هذه المباراة، هدف أول نصفه بالأبيض صراحة، هدف من منتخب مالي. هنا الكرة عن طوبة أحمد، أوه الخطأ من أحمد طوبة، الخطأ من أحمد طوبة، الخطأ القاتل من أحمد طوبة، الخطأ القاتل من أحمد طوبة، مجانا هدية حقيقة، هدية حقيقية منحها أحمد طوبة للمنتخب السويدي، 2-0 للمنتخب السويدي. مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني تمكن غوي كيرسن، ممتاز الكرة، يلا يلا بلايلي، يلا راوغ الأول، حكم يقول واصل اللعب، الحكم يقول أنه من العناصر المخضرمة في الخضر. هنا بن ناصر التوزيع الممتازة، أوه بن طالب يرجعها لبن ناصر، يلا يلا التمريرات القصيرة ممتازة، كرة في العمق عن طريق فورسبيرغ، تلعب الكرة تصل إلى كرايسون، ولكن مباراة انخفض بعد تسجيل المنتخب السويدي للهدف الثاني، أوه التسلل موجود لحسن الحظ، التسلل البيني، البحث عن محرز، أوه تيست جميلة من محرز يا سلام، ولكن يبدو أن التسلل كان موجود. بلايلي
دخل في العمق نوعا ما بلايلي، الكرة من هناك الأول يبحث عن التوزيع بلايلي، الكرة تبادلات شوف سهلة، سهل المرور، سهل المرور هنا، حذاري من هذه الكرة، حذاري. كل هنا بالنصر من جديد، يلا بالنصر، التوزيعة موجودة ولكن الحارس كذلك حاضر، الحارس حاضر. كرة مشت مباشرة تالي من هناك في الجهة اليسرى، يتوغل داخل المنطقة ولكن من دون تركيز، تلقى بالكرة دخول، دخل بالكرة، ما فيش خطأ يقول حكم المباراة، ما فيش خطأ يقول إيلانغا الخطير. هنا كرة أخرى ومحاولة أخرى وعودة المراوغة والدخول بهذه الكرة، ولكن هنا الكرة في الجانب الأيسر، محاولة الدخول، الخطورة التسديدة ثم لقاعة العودة. هنا ممتازة من ليريس بطريقة ممتازة داخل منطقة مهدي ليريس، يرجع بها بالنصر، التوزيعة موجودة،